بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات أرنولد فور سينما 4D. معاكم أحمد عبد الرحمن من gfxacademy.de. المحاضرة دي محاضرة رقم 17، ومن رقم 17 هيبقى طريقنا إن احنا نعمل رياليستيك ماتيريالز، أو اللي بنسميها الكومبلكس شيدر. مش هقول كلمة كومبلكس بس محدش يتخنق او يتعقد، بس الموضوع بسيط. ولو كان في حد شغال بالستاندرد ماتيريالز كويس في سينما هيفهم الدنيا دي بسهوله. لو مفيش، او لو انت ما عندكش خبره بالماتيريالز او بالريفلكتنس شانل تحديدا في سينما 4D، فالموضوع بسيط وسهل. كل الحكايه انك انت بس هتدخل على gfxacademy.tv. طبعا نتشرف انك انت تبقى موجود معانا كعضو. بمجرد ما تدخل تعمل اكونت هتلاقي هنا التيتوريالز بتاعت الارنولد، او هنا بيبقى الليتست تيتوريالز دي بتاعت الارنولد سينما 4D، وهنا محاضرات هبه للارنولد في المايا. طبعا هي هبه متميزه جدا في النيويورك، وبدأت مؤخرا في محاضرات الارنولد للماي. طبعا مش شرط انك انت تخش تلاحق، طبعا في توتوريالز تانية مش شرط تخش تلاحق السلايدر. انت ممكن تطلع من فري توتوريالز عندك في الافتر افكت، في 2D ديزاين، في الادوبي ان ديزاين للاستاذ ايمن مختار، في الفاوندر نيوك لهبه حسن. هنلاقي في 2D ديزاين محاضرات سلمى محسن والاستاذه سامي احمد في الفوتوشوب والالستريتور. هنا سينما 4D، برنامج الفيو ده ان شاء الله التارجت بتاع الفتره الجايه هيبقى زي ما قلنا الماكسيمم رياليتي. هيبقى نتكلم في الفيو، هنتكلم في ريل فلو، هنتكلم في الموكا في الكاميرا تراكنج، وهنتكلم في الفيري في الماكس، وهنتكلم في الريل فلو. المهم في المحاضرات ارنولد فور سينما 4D هنلاقيها جوه سينما 4D. لو نزلنا تحت هنلاقي كل المحاضرات بالترتيب من اول المحاضره رقم 1 ولغايه ما احنا واقفين. في قبلها كان في 12 محاضره للاكسبورت، اللي برضو يعني بنريكومند انك انت تبص عليه. ده بالنسبه لمحاضرات الارنولد لو انت عايز توصل لها على الموقع عندنا. محاضرات الارنولد للناس اللي شغاله مايا، هنروح في فيري. احنا مؤقتا حطينا في الكيوس فيري على ما نغير اسم الكاتيجوري دي، هتبقى اسمها فيري اند ارنولد. هنلاقي محاضرات هبه حسن في الفيري في المايا، و في الفيري في سينما 4D كانت ورشه قويه جدا اللي حابب يخش في الموضوع ده، وبعد كده محاضرات الارنولد في المايا. ده بالنسبه ليه الموقع بتاعنا. اتشرفنا لو حابب تخش في التريننج في البيت تريننج، وهنا الاخبار بتاعتنا، وهنا الفري داونلودز. خلصنا من الموقع عشان الناس اللي كانت بتسال تجيب المحاضرات منين. نيجي بعد كده للمحاضره بتاعتنا. ان شاء الله الشيدر بول دي انا بصراحه جايبها من الماكس، بدل ما كل شويه عمال اجيب في موديل. فبصراحه دورت على الموديل بتاع الشيدر بول ما لقيتوش موجود فري، بس كان عندي الكورس مش لاقي له كلمه توصيفه بصراحه، بتاع جراند وارويك للفي راي. كورس رهيب بمعنى الكلمه فعلا. اللي عايز فوتو رياليزم فعلا عليكم على الكورس ده. المهم انا جبت الشيدر بول من البروجكت فايلز بتاعت الكورس ده، من هي طبعا مفروض على ماكس، دخلتها ماكس صدرتها اف بي اكس، وبعدين جبتها في سينما 4D بحيث نشتغل عليها الارنولد. ميزه الشيدر بول بصراحه ان اي شيدر اي تيكتشرز بتليق عليها، فيها كيرفتشرز، فيها ديتيلز، فيها كيرفز، فيها فلات سيرفيسز، فيها كورنرز، يعني فيها كل حاجه انت بتحتاجها علشان تعمل شيدر كويس. السين دي انا عاملها ديفولت بصراحه. انا مخلي سينما يفتح بالسين دي،
بكل ده. بالرندر بيفتح بان يكون الرندر سيتنج بتاعي او الرندر بتاعي هو الارنولد، بالتظبيطات بتاعتي كلها ثلاثه، بالتظبيطات بتاعتي كلها، بكل الكلام ده، بالشيدر بول، بالماتيريالز، بكل القصه. خلي بالك انا ما قلتش الواجهه، انا قلت الرندر سيتنج بالموديل بكل حاجه. يعني من الاخر لو انا جيت قلت له فايل وقلت له كلوز وقلت له نو، لو عملت نو المفترض في العادي ان السينما هيجيب لك سين بلانك، تمام؟ لا بص كده نو، فتح لي ايه السر؟ بص بقى لما تحب ان سينما 4D يفتح باعدادات معينه انت عاملها، ناشيل اي بي ار، باعدادات معينه انت عاملها، تعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه، ظبط دنيتك كلها، الانترفيس بتاعتك، الاوبجكتس بتاعتك، الريندر سيتنجز بتاعتك، الوضع الديفولت اللي انت حابب ان سينما يفتح بيه. انا من شويه لو تفتكروا انا كنت غيرت الكاميرا، الكاميرا سامبلز من 4 ل 3، لو رجعنا كده هنلاقي 4 تاني. طيب انا عايز اخليها 3 واخلي سينما لما يفتح بيها وهي 3، تمام؟ يفتح بكل ده، تعمل ايه؟ هتروح للفايل بعد ما خلصت دنيتك كلها وظبطت الريندر سيتنجز بتاعتك وظبطت كل حاجه، روح لسيف اس، وتروح لمكان ما انت مثبت سينما، بروجرام فايلز، ماكسون، سينما 4 دي ار 16 وات ايفر الفيرجن، هتسمي الفايل ده نيو، تقوم بس عامل سيف، هيقول لك يس، تمام. تعالى كده اقفل كلوز، ماشي، انا كده كده سيفته. ها حاجه اتغيرت ولا كأن حاجه اتغيرت؟ لو فتحنا كده فتح بالكاميرا ده. اذا ده الحركه دي هي التمبلت اللي انت حابب ان سينما يفتح. انا بس كل الحكايه بقى هروح لارنولد للسكاي وهروح لكالر، وبدل ما هي كونستانت هخليها تيكتشر. بلاش تيكتشر، كولر، كيف الكولر؟ فين كونست؟ فين البتاع؟ ايوه، لا مش تكتشر، خليها لينك. ليه بقى لينك؟ لان عايز اجي هنا كرييت ارنولد تكتشر انفايرمنت، عايز اقول له فيزيكال سكاي. ممكن تعمل انت حاجه زي دي، تمام؟ او ممكن اقول له image دبل كليك نتورك اديتور، وهنا هحط خامه الهيدر بتاعي، ادي اتش ار اي، ربنا ما انا فاكر اني جايبها منين. ناخد كار باك جراوند دي في دي 2 اكسل، هيشوفها ولا مش هيشوفها؟ مش عارف. لو خدنا دي كده نو، هقفل الاي بي ار، دي كده نقدر نشوف. خلينا على حاجة زي دي، open no. حلوة دي، دي الايمج بتاعتنا. انا ليه عملتها كده؟ علشان احط هنا color correct node. ممكن تضيف كده، وممكن تسحب alt تضيف هنا وتقوم قايل له insert after وتقوم قايل له الانبوت كده بالشكل ده، بدل ما نقعد ننشن بالمنظر ده كده. ترفع بقى الجاما، تقلل الجاما، ترفع الاكسبوجر سنه. ممكن كمان عشان بما ان دي اتش دي ار اي، فانا هحطها في لينيرايز نود، هروح كده بحيث اخليها تشتغل لينير، اطلع دي بالشكل ده. دي اللينير نود، ممكن تقول له اس ار جي بي كده، يبقى احنا جبنا خامه الهيدر مظبوط.
لان خامه الهيدر ما بتشتغل، يعني ما بتشتغلش على الديفولتات دي. لو احنا اشتغلنا جاما، اشتغلنا لينير كانها صوره، عايز تجيب او تكابتشر كل الكالرز، اشتغل على واحد من دول، يا ده يا اس ار جي بي. وانا بفضل ريك. ريك بصراحه انا عرفته من الهلب بتاع ادوب. الكالر سبيس ده استخدامه بس في الهاي او الفيري هاي كواليتي فيديوز، اللي هو ريك 709. هتلاقوه في افتر افكت اسمه اتش دي تي في ريك 709، وفي واحد تاني ريك 709 من 16 ل 255 اعتقد، يعني حاجه زي كده. المهم لو احنا هنا رفعنا الاكسبوجر، هنلاقيه بيترفع بشكل سليم مش زي المره اللي فاتت. انا مش محتاج كل ما الاكسبوجر ده، تمام، وهقفل. لو رفعنا دي ل 2.2 هنرجع تاني للاول. المهم خلي دي 1، ما علينا من التكنيكال انفورميشن زي ما انا عمال اقولها دي. اقفل. حلو كده، انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا هقوم ساحب دي راميها هنا، شغل بقى الاي بي ار. ادي شكل الريندرينج بتاعي. لو احنا رفعنا التنستي شويه، تمام، هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا عايزها مثلا دي ساتوريتد شويه، اسحب الساتوريشن حبه. تمام، اقفل. تعال بقى نشوف هنعمل ايه في اللي احنا عايزينه. اولا انا عايز اعمل هنا خامه زي الديرتي بلاستيك whatever. هو انا عايز اعمل سطح فيه مالتي لايرز، سواء للديفيوز، السبيكلرز، الريفليكشنز، الديرت، السكراتشز، بس مش معدني، تمام. whatever بقى هو ايه، يعني الكلام اللي هقوله ده هينطبق على اي سطح مش معدني، تمام. طب مبدئيا هروح لكرييت ارنولد وهقول له سيرفس، او ممكن اقول له شيدر، ارنولد نتورك شيدر، تمام. ده هسميه البلاستيك ديرت شيدر. دبل كليك على بلاستيك ديرت شيدر وهروح لنتورك اديتور. عايز اخف بقى ده شويه كده، واقفل ده بحيث تبقى دي قدامي والاي بي ار قدامي. مبدئيا احنا عايزين نعمل ال ديفيوز، نقسم دنيتنا الاول، تمام. عايزين نشتغل على الديفيوز باس، بعد كده نشتغل على السبيكولر باس، بعد كده نشتغل على الروفنس باس دول، او بعد كده البامب. اول حاجه هروح هنا واحط ستاندرد شيدر، تمام. احنا محتاجين الديفيوز عباره عن عبارة عن image والوان. طيب بما اني عايز image فهقول له عايز image. جميل. هنا في الايمج اكليك وهروح للتكتشرز وهروح لسي جي تكتشرز. في سي جي تكتشرز عايز كل ده ينفع ما عدا الميتال والووتر. بلاستيك، اذر بلاستيكس، مش عارف فايبر كلاس، خلينا نروح للفايبر كلاس. بلانزر بلاستيك، طيب
يكون مثلا زي ما قلت. بص هي اسمها بلاستيك، بس بص هنا جايه في روبر كاوتش مش عارف ايه والقصه. الخامه دي حلوه لو ندمجها مع الماتيريال دي، الماتيريال دي مع، لا دي مع دي، الاثنين دول مع بعض. هقول له اوبن. مش عارف مين، سيبك. وهنسحب دي هنحطها للبيوتي، ودي بقى المفروض ندمجها مع واحده تانيه. طيب شيل دي هنسميها بصراحه عن تجربه، كل نود تحطها سميها، لان مع كتر النود انت نفسك يعني اللي انت عامل الماتيريال لو جيت ترجع لها تاني هتفضل ماشي ورا كل خط عشان تفتكر دي كانت بتعمل ايه. دي مشكله على فكره النود بيزد سيستمز. لو حد عنده علم يقول لي، انا محتاج حاجه تعمل لي جروبنج، يعني تعمل لي جروبس. صحيح هو في هنا لو انا جيت عملت كده في عندي حاجه اسمها ام بي تي اكس جروب، بس مش عارف يعني ما عرفتش اشتغل بيها. حتى دورت في الهلب بتاع سوليد انجل ما لقيتلهاش حاجه مفهومه. هي بتبقى كده تمام، وعادي لو انا سحبت كل الكلام ده حطيته جواها تمام، بس الاوتبوتس بتاعتها دي انا مش محتاج. يعني انا كل، يعني كل اللي انا الاوتبوت ده انا مش عارف. عموما هو انا ما جربتش فيها كتير، بس انا كل اللي انا محتاجه حته برواق، يعني حاجه تعمل لي جروبنج للحاجات دي. ما اعرفش ايه هي، لو حد فيكم يعرف يا ريت ينورنا. يعني الاولانيه دي انا هسميها دارك بي ال بلاستيك ايمج تمام كده. ودي انا المفروض، طيب بما ان احنا قلنا ان دي الدارك هناخد لها الدارك، وبما ان قلنا ان دي هتبقى اللايت فهناخد لها اللايت تمام. اذا واحده هتبقى دارك والتانيه هتبقى لايت، دي هنسميها لايت بي ال ايمج تمام كده. عندنا الدارك وعندنا اللايت، جميل جدا. المفروض ان الاثنين دول، يعني لو احنا جينا عملنا ال دبليو في عشان نوديها ل الاي بي ار تمام، وناخد دي نحطها مكان الماتيريال دي مش شايفين اي حاجه. طيب يمكن لانها فلات هناخد دي نحطها في الديفيوز كولر، وناخد دي نحطها في البيوتي كولر. الاي بار اللي كان معلق، معلش خلي دي اتنين، خلي دي اتنين. تمام دي كده شكلها او شكل الماتيريال دي اللي هي اللايت ماتيريال. لو خدنا ال بلاك او الدارك الدارك ماتيريال يعني لانه جاي من ماكس، انا مش عارف ايه مشكلة اليوفي معاه.
بس عامة ما علينا، خليها واحد خليها واحد كده كده، احنا عايزين نوصل لشيدر وخلاص. المهم خلاص نشيل دول، نميكس بقى الاثنين مع بعض. انا لسه قايل ميكس، اذا هنعمل ميكس، هناخد ميكس نود، هناخد الاولانيه انبوت 1 والثانيه انبوت 2. لو خدنا دي حطيناها للكالر شيدر هنلاقيها ميكس بين الاثنين، بس انا مش عايز الميكس يكون ايفن بالشكل ده كده، عايز يكون عشوائي. انا بما اني على طول قلت كلمه عشوائي دماغك نطت ليه؟ مظبوط، هو ده نويز. خد النويز ارميه هنا في الميكس وهو ده يبقى الميكس ماسك. طبعا الترتيب مش مشكله، بس يعني عشان تبقى احنا بقت بالشكل ده كده. لو رحنا للنويز Alt W V وهنسكيل النويز حبه، عايز اقول حاجه، لو شلنا ده وعملنا كده بس يكمل، نوقف الاي بي ار، نشغل الاي بي ار تاني، هناخد الراديال افكت ده. لو احنا حبينا نعمل، عارفين في ورشه لما نيجي نشتغل في ورشه العربيه ان شاء الله هنعمل الراديال افكت. طبعا هو المحور ده كده، انا عايز اخلي ده كده، اسف هخلي ده صفر وده صفر كده، مفيش نويز. بص لما هنزود ده، فانت من المحور انت ممكن تشتغل على الاتجاه اللي انت عايز فيه البتوع دول. ما علينا مش مشكله، خلينا في 2 2 2 بحيث يبقى النويز بالشكل ده كده. ممكن نشتغل على الاوكتيفز بحيث ندي شويه سب ديتيلز. الديستورشن مطلوب بس مش كتير، حاجه بالمنظر ده كده. طبعا ممكن كنا نعمل ده على كرر وعلى كلر ونريح دماغنا من موضوع الصورتين، بس يعني بعض من الغلاسه مش مشكله. مش عارف الاي بي ار عندي ماله، هوقفه كده اشتغل كده. طيب اه هو انا مش عامل كونكت اصلا، معلش. كده بدأنا ناخد او خدنا ماتيريال كويسه، بغض النظر عن عمليه التايلنج الرخمه دي. تمام، ممكن نحط على فكره يو في نود ونشتغل، بس لو مش عارف اخليه دي اتنين هيبقى ظروفها ايه مش عارف. تهيألي كده كويس. swap flip v ماشي، خلينا على كده ولو اني مش مقتنع، بس ماشي. هي الخامة دي مش طايلة بالأساس عشان نبقى يعني واضحين، عشان كده عاملة المشكلة دي. ظريف قوي لحد كده ما صدقنا يعني. المهم لو رحنا هنا ما عادش في أي كنترول في الميكس على فكرة خالص، ولا رقم ولا غيره. كده خلصنا من الديفيوز شيدر، ده كده الديفيوز شيدر، دول بيعملوا الديفيوز شيدر. هنروح للميكس وهنسميها ميكس ديف حتى بالكابيتال، ولو انها بشكلها مش حق، بس ما علينا. هنا خلصنا كده من دول كده بيمثلوا الديفيوز. طيب هنتنقل للمرحله اللي بعد كده، اللي هي مرحله السبيكيولر. في مرحله السبيكيولر انا هشيل ده بقى كده من هنا، لان انا هحتاجه قدامي شويه حلوين يعني، وهخلي ده ب 100.
تمام بالمنظر ده كده. المرة دي احنا نشتغل على السبيكولر. عشان نشتغل على السبيكولر هنروح الأول، أروح هنا في الستاندرد، خلاص الويت هنا مظبوط، هروح للسبيكولر. برضو أنا عايز أكنترول السبيكولر ويت والسبيكولر روفنس برضو بماتيريال، عايز أكنترول الاثنين دول بماتيريال. طيب هكنترول الاثنين بماتيريال ازاي؟ اول حاجه عايز اروح هنا اقول له image، هاخد الايمج، والاول عايز اجيب ايمج مناسبه طبعا كالعاده ابيض واسود. textures masks، وعايز اشوف ماتيريال تكون ايمج يكون كويسه. كنترول السبيكولر، خلي بالنا السبيكولر ابيض يعني في ريفليكشن، اسود ما فيش، فانا عايز حاجه في الميد. ممكن دي اوبن نو. لو خدنا دي والت دبليو في جينا نبص هنا هنلاقيها بالمنظر ده كده. مش عارف هل هي محتاجه ان هي تتكرر ولا لا. يعني اعتقد هي كده كويسه، بس الماتيريال دي هيبقى فيها حتت ريفلكتيف جامده قوي، هوريكم ازاي. لو انا خدت دي وقمت رايح هنا ورحت اللاير ورحت لسبيكلر وقلت له سبيكلر ويت، وخدت دي وديتها للديفيوز، واحده واحده بصوا ده اللي حصل. زي ما قلت هتبقى ريفلكتيف جدا لان فيها حتت كانت بيضه قوي، وانا مش عايز الريفلكشن ده. مبدئيا قبل ما نشتغل ما ننساش ان انا هشتغل على الفيرنال، وعشان اشتغل على الفيرنال هشتغل على جي جي اكس عشان قلنا يدينا يعني ما يديناش كات اوت للشاربنس. وانا دي انا عايز اعمل السطح ده رف شويه، فانا مش هاجي من دي خالص دلوقتي، بس هروح للريفراكشن واقول يوز اي او ار عشان يستخدم الاي او ار اللي انا هحطه له هنا، تمام، اللي هي 1.6. انا عايز ريفلكتيف عن كده خليها مثلا 2.5 ولا حاجه، تمام، بحيث زي ما احنا شايفين يبقى فيها ريفلكشن. وزي ما احنا شفنا برضو الريفلكشن هنا ان ايفن، يعني ما فيش ريفلكشن جامد. طب افرض عايز تعمل ريفلكشن جامد، خلاص هتقول لي خليها ابيض واسود، هتقول لي طب اعمل ايه، احط كلر كوركشن نود. كلامك صح، بس الكلر كوركشن نود في حاجه زي دي في انك تظبط كونتراست وحشه جدا، اوريكم ليه. لو احنا رحنا هنا وحطينا هنا كلر كوركشن نود، الكونتراست بتاعتها من اغبى ما شفت. يعني لو رحنا لكلر كوركشن نود، ما تخلينا بروفيشنال شويه، سبحان الله. انسرت افتر انبوت، نيجي هنا بص كده، لو رحنا الكونتراست خلي الت دبليو اكس، لا الت دبليو في، شايف دي مجرب بس ما هطلع دي كده، بص اتحرقت الكونتراست. على فكره الكونتراست في السينما كله على بعضه مش مظبوط خالص، حتى في الفلتر العادي مش مظبوط، فابعد عنها. يعني عموما هشيل دي واحط مين، حبيبتنا رامب فلوت، فلوت رامب فلوت. خد دي بقى حطها هنا في الويت، وخد دي حطها لها هنا في الانبوت، حط دي هنا. بص بقى كده لو احنا رحنا لدي طلع الكيرفز دي او الكيرفز ده في نود لوحده، بص ببساطه زي الكيرفز العادي
اللي في اي بتاع في الدنيا. كنترول كليك، كنترول كليك. جميل، بص كده، خد دي بقى كده مثلا، طلعها كده شويه، اهدي مثلا كده واديها كده شويه. بص، بدأنا ناخد زي ما احنا شايفين اهو، ممكن حتى زق دي كده. كل ما هتقرب الاثنين دول من بعض، كل ما هتبدأ تاخد الجلوسي لايتس اللي انت عمال واخدها هنا. اذا دي الكنترولز بتاعتها اشد بكتير قوي من الثانيه، من انك انت تشتغل على الكالر كوركشن نود وتعمل كونتراست. عمرك ما كنت هتوصل للي انت شايفه قدامك ده. على كل حال، انا مش عايز كميه الكونتراست دي كلها، تمام؟ انا كل الحكايه بس عايز مجرد لطش خفيف كده مش اكتر، لان الموضوع ده انا هاخده من الروفنس اكتر من ما انا هاخده من الريفليكشنز. متهيألي كده تمام. وان اكون حابب، لو خدنا بالنا كده دي اتكتمت خالص اهي، تمام. لكن انا عايز اخد كده شويه، و عايز اخد كده شويه، تمام، بحيث اخد الريفليكشن. اقفل بقى دي كده، خلصنا من ده بالشكل ده كده. ده كده خلصنا من السبيكولر ويت. طيب الروفنس على فكرة هو تمام، وممكن مش هو خلاص. ممكن ناخد نفس الايمج، تمام، وناخد نكنترول بالايمج دي السبيكولر روفنس اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. ده كده الروفنس، بس طبعا انا مش عايز الروفنس بالمنظر ده، تمام. يبقى كالعاده كنترول واسحب، تمام، واخلي دي هنا وهخلي دي هنا. تمام، احنا قلنا عايزين مالتي روفنس ومالتي ريفليكشن. هاجي في الرامب فلوت وارجع القصه دي ورا كده. لما ارجعها لورا هتبقى شارب، فيها شارب ريفليكشنز، لكن لما اطلعها لقدام هتبقى مور بلوري. بالظبط اهو بالشكل ده كده. دي فيها سبيكلر كويس لكن رف، ما فيهاش شارب ريفليكشنز، تمام، حلو، وده اللي مطلوب. طيب كده خلصنا من ده الباص ده. وعلى فكرة شيل دي وهات ده هنا، بس هو ايه اللي انا ما عملتش حاجة؟ كل اللي انا عملته ان انا بس خدت نفس الايمج، اصلا مش محتاج ايمج تانية. والجميل بقى في دي انك انت بتكنترول 3 4 5 حاجات بحاجه واحده. طب ده كده هنسميه ايه؟ ده هنسميه الرف بيز الرف بيز تكست. طب ليه انا سميته التسميه دي؟ لان انا هاخد ده
ودول ودي وكنترول و هدبلكيتهم، انا هدبلكيت كل ده. ناخد دي شيفت مع دول وكنترول ونسحب، هندبلكيت ده كله. تمام، وناخدهم كده. دي هنسميها الشارب، شارب فيز تكست. طبعا دي واصله بمين؟ بنفس دي، مفيش تغيير. هي كل الحكايه ان احنا اللي هنعمله هنا، يعني كل اللي انا هعمله في الشيدر ده ان انا هو بس، كل الحكايه هغير الروفنس بس. انا عايز شارب المره دي، مش عايز مش عايز بلورنس. لو انا خدت ده كده حطيته هنا، تمام كده احنا راجعين مكان ما كنا، بس هي اللي هنا بقى الليله كلها. عشان كده قلت لكم نستخدم البتاعه دي اللي هي الفلوت، بحيث اخد اللي احنا شايفين ده. تمام، ممكن اطلع ده كده. هي الفكرة كلها أنا عمال أبص على التغييرات اللي بتحصل. هنا كده. استنى كده نشوف. دي فيها شارب ريفليكشنز كويسة، بس كده كده ما تبقاش حد، ما تبقاش للآخر. والاثنين دول نزقهم فوق شوية. حلو قوي، خدنا الشارب ريفليكشنز دي. تمام، هنعمل ايه بدول؟ هو لو انا رحت لدي للايمج نفسها، بلاش الايمج خلاص، احنا كده عملنا دي وعملنا دي. هندمج الاثنين، هندمج الاثنين. ندمج الاثنين ازاي؟ بلاير. تمام، هناخد لاير. هي كل القصه بس انت بتجهز خامه بالحاجه اللي انت عايزها، وبعدين بتجهز خامه تانية بالحاجه التانية اللي انت عايزها، وبعد كده بتدمج الاثنين بماسك زي بالظبط ما بتشتغل على فوتوشوب او افتر افكت. تمام، هنا اللاير ده. اولا احنا عايزين هنا لاير 1، وبعدين بعد كده عايزين لاير 2. وكالعاده هندمج الاثنين. ممكن بقى حسب ما انت حابب تدمج بماسك، تدمج بيوتيليتي، تحط امبيانت، المهم انك تحط في الالفا حاجه ابيض واسود تدمج بيها الاثنين دول على حسب ما انت حابب. تمام، انا ما بحبش اشتغل على طول، يعني ما بحبش على طول ان انا اعمل كده. انا اروح للاير 1 واديها لون، واروح للاير 2 واديها لون بعيد تماما عن الاولين. لو خدت دي كده عشماوي، قصدي بقت احمر. طيب لو رحنا لدي وحطيت يوتيليتي، بصراحه النود ده هيك انا بتلكك عشان استخدمه بصراحه. يوتيليتي جامده، خلي زي ما هي كده خلاص. ان دوت اي و كلر مود زي ما هي كلر، او لحين ما احنا نقرر نغيرها ولا لا. وخد دي ارميها في لاير 2 الفا. بينجو، اهي حلو حلو. عايز تزود او تقلل، ماشي روح على رامب
في اللود. after main input. جميل، افتح دي في كيرف، اخبط هنا كنترول ونقطه وهنا كنترول نقطه. الانتربوليشن لينير، الانتربوليشن لينير. لو احنا بقى خدنا دي ودي كمان الانتربوليشن لينير. جميل، طب بص كده بقى، لو خدنا دي هنا هنزق بره ونجيب جوه زي ما احنا عايزين، ونتحكم في المكان اللي اللير موجوده فيه. عايز اجيب الاحمر جوه حبتين. احنا عايزين اللي على الاطراف من بره تبقى مور ريفليكتيف، دي حاجه، واللي جوه تبقى مور رف. تمام، مبدئيا اللي شاف فيكم الكورس بتاع جرانت للفي راي الماكس دايما فيزيكالي اكوريت، مفيش حاجه صفر ومفيش حاجه واحد. تمام، فاحنا بنرفع شويه عشان ناخد الجريد اللي احنا عايزينه بالمنظر ده، وناخد دول وننزل سن عشان ناخد برضو الجريد اللي احنا عايزينه. اما دي هتطلع فوق كده مثلا، ودي او دي الكنترول بوينتس بتاعتنا اللي احنا نتحكم بيها في الشيدر بالمنظر ده. جميل، اقفل، ارجع لليوتيليتي نود. بص لو قلبت الشيد مود من ان دوت اي لامبيانت اوكلوجن، ايه رايكم؟ تنفع ان احنا نحط ديرت؟ تنفع، اركنوها على جنب المعلومه دي هنقولها بعدين، خلينا في ان دوت اي دلوقتي، انا عايز بلند مود مش عايز ديرت. جميل كده، الزرقاء جوه والحمراء بره. لو رحنا هنا كده اصبحت الزرقاء جوه والحمراء بره. اذا الاحمر هنروح للشارب، يبقى انا هروح للير 1 صح كده؟ هروح للير 1 لا لير 1 ها فل خالص اهي. تمام، وبعد كده هاخد دي اوب لير 2. نستنى لما البتاع ده يخلص اقول لكم، اعمل رندر ارجع لكم تاني. ادي نتيجه بعد الرندر، جميله جدا، بس انا مش عاجباني الديفيوز تكتشر نفسها. هقفل دي معلش وهروح هنا. دي الرف ودي الميكس، دي الميكس دي اللي ماسكه اللي ماسكه الديفيوز، هم دول الصوتين. مش عارف، انا اصلا مش حاسس دول ان هم روبر. طيب الاحلى بقى ان احنا نجيب ليزر. ليزر اعتقد عندي في الديفيدات بتاعت 3 دي توتال. كتبنا ليزر او مش في 3 دي توتال، لو كتبنا ليزر ادي فولدر بحاله اسمه ليزر. طيب ناخد منه ايه؟ ناخد ايه؟ ناخد ايه؟ ممكن ناخد انا اللي بدور عليه على فكره، ان انا عايز ماتيريال ما فيهاش جريدنس كتير. يعني ممكن اخد مثلا ولتكن دي مع وليكن مش عارف شكلها هيبقى ايه، نشوف وارجع لكم بعد ما يرمر. ظبطت اهي.
تمام، نفتح نكمل كده. خلصنا من لو جينا نشرح النود او النودز بتاعتنا عشان نفتكر احنا عملنا ايه. مبدئيا احنا هنا عندنا عملنا layers، تمام. اللايرز دي احنا عملنا اتنين شيدر، واحد الريفليكشن بتاعه شارب والتاني الريفليكشن بتاعه رفيع. الديفيوز حطينا فيها صورتين ودمجناهم مع بعض بميكس، واشتغلنا على الويت والروفنس بصور ابيض واسود. الصور دي ممكن نحط فلوت رامب فلوت ونتحكم طبعا في الكونتراست زي ما احنا عايزين. دمجنا بين دول ودول باليوتيليتي نود اللي هي دي، تمام. واليوتيليتي نود على فكره لو فرضا انت حابب انك انت تعكسها، يعني عايز الرفنس اللي فيه رف جوه ومش عارف ايه بره، بدل ما تبدل الليارات في النود الجامده قوي اللي هي كومبلمنت. لو خدنا الكومبلمنت طبعا هتتحط قبل دي، تمام، وهودي دي هنا كده وهودي دي هنا كده. ساعة ما هيحصل ده هنلاقي العكس، اللي جه جوه الريفليكشن جامد واللي طلع بره اللي فيه رفنس. دي جاية من التايلينج بتاع الصورة، تمام. طب انت حابب انك انت تعكس الكومبلمنت، عايز ترجع تاني. شفت دول؟ لو رحنا كده دول كل الحكاية، امسك الاتنين دول، تمام، هات بس البوينت دي كده، تمام، وهات البوينت دي كده بس، تمام. بالمنظر ده يبقى احنا عكسنا الكومبلمنت بس. يعني المهم خلصنا كده من دي. تعال بقى نتكلم على الديرت، ازاي نحط تراب، مش عارف ايه الكلام ده كله. عارف انكم هتكرهوا تسمعوا الكلمه اللي جايه، بس هنحط ده الرقم 3. يا لهوي بالي، انا عايز شاشه 89 عشان اشتغل، 89 بوصه عشان اشتغل على شبكه العنكبوت اللي انا شغال فيها دي. والله انا هبطل اسجل على فكرة ارنولد بالليل، لان بصراحة لما بسجل ارنولد بالليل وبشتغل على البتاع اللي قدامي ده بنام بحلم بحبال. المهم هنيجي هنا وهنحط ليه الرقم 3. بس هنحط ايه في رقم 3؟ كالعادة image node. مش عايز اعقد الدنيا ونميكس image معاه، مش عايز اقعد اميكس الكلام ده كله، بس هودي دي في البيوتي، هيسودها لي طبعا، تمام، ماشي. مصر هنعمل الديرت عامل ازاي؟ ممكن نخلي احنا عايزين نعمل 3 ليفل من الديرت. وايد ديرت، scratches dirt، وبعدين ال يا دي النيلة ال edge ال edges dirt برضو. طيب المهم هنعمل الاولاني بصورة عاملة ازاي، بصورة عاملة ازاي دي، تمام، واقول له open no. الله ينور، حلو. بس طبعا محتاجة تكرار 3 مثلا، نشوف ظريفة ولا مش ظريفة. 5 مبالغ فيها، خلينا على 3، جميل. دي بقى
عايزين نلونها قبل ما نوديها هنا، ممكن يوتيليتي على فكرة، تمام، وممكن ستاندرد شيدر عادي جدا، تمام ماشي. هاخد ستاندرد، وممكن الفلات نود، اي واحدة منهم هاخد الستاندرد، تمام. وفي الستاندرد شيدر انا ممكن ببساطة اغير بس لون الديفيوز. عايز تحط ايمج تعب يعني تخليها هي الديرت، ما فيش مشكلة، اللي يعجبك هات ايمج نود تانية حطها في الديفيوز بتاعت الستاندرد. لكن بصراحة انا مش هعقد الدنيا اكتر من كده، هخليني على ابيض زي ما انا، واقوم واخد دي راميها هنا في لاير 3، واخد لها الايمج دي. بس كالعادة يعني هاجي هنا واحط فلوت، ايه اللي خلاني كتبت كلمة فلوت بس؟ رامب ار جي بي، الت خد الرامب فلوت، انا ذكي، الت خد الرامب فلوت، افتر من انبوت، اهي دي بقى عقدتي يعني. ليه تحدفها لي بعيد؟ يعني مش ناقصه، هاتها كده. وهناخد دي نوديها اللاير 3 الفا. تمام. وهرجع دي في البيوتي بوس. بقت بالمنظر ده. لاير 3 طبعا مش هسيبها كده. البلند مود بتاع ده لو قلنا مالتي بلاي، بقت كده تمام. ولو البلند مود مع 3 قلنا سوفت لايت، بقت تراب، بقت كده حلو. طب انت عايزها بالشكل ده بس اخف، هو ده دور الاخت دي، تمام. لو رحنا هنا كده وخدنا دي تحت، تمام، وخدنا دي فوق كده، فتحنا الديرت صح، بس انا عايزه كده، بس انا عايز اخد دي تحت كمان شوية، عايز بس الافكت يبقى يعني مش محسوس كمان، تمام. ممكن اخلي ده واخد يعني ديرت كلر، والديفيوز بتاعه عالي شوية، سامح، شايفين خدنا دنت او ديرتس على السيرفس بتاعنا. لو سحبنا دي كده كمان هيبقى سموث شويه، نظهره بس شويه بالشكل ده كده، بس انا مش عاوز اكتر من كده. العب بالبلند مودز لحد ما تاخد اللي انت عايزه. هنا انا عاملها سوفت لايت، جرب مالتي بلاي، اوفرلاي، اوفرلاي هتعملها برايتن، خلي بالك، فاحنا عايزين حاجه ما تنورليش الاوبجكت بتاعي، مجرد بس بلند، بلند مود مش اكتر. ادي اول واحده في الديرت. سوفت لايت مديه ايشوز على فكره، ديفرنت طيب لو رحنا هنا كده تاني وخدنا different دي عملناها كده، كده كده هنبهتها،
ماشي. الفكرة بس عايز اخد كونتراست بسيط عشان الديرت بتاعي يبان. انا عايز اخد ده كمان لتحت. تمام، بحيث يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعتقد لو خدت كده كده انا مش محتاج حاجة تاني. اللي انا محتاجه بس ان انا اجي هنا واسحب الديفيوز كلر ده لورا شوية. بس كده عملت الدست اللي انا عايزه، وده مكتوب بالايمج اللي انا حطيتها. نيجي بعد كده روفنس، مفيش مانع من شويه روفنس. تمام، نيجي بعد كده للثانيه اللي هي عباره عن السكراتشز. تمام، هدوبليكيت الستاندرد شيدر ده. تمام، وهخلي الكلر بتاعه افتح شويه، وهاخد الايمج دي هدوبلكيتها برضو وهوصلها هنا. لا مش هنا، اسف، هوصل ده في لير 4. تمام، وهوصل دي في لير 4 ألفا. كده رجعنا زي ما كنا. بس بقى انا في دي عايز لير زي دي. عايز سكراتشز. تمام، ماشي، فين دي لير 3، دي لير 4، دي لير 4 ألفا. هنا لو قلنا لير 4 ألفا مالتيبلاي، محتاجين كونتراست بس عشان تبان. هاخد دي دوبليكيت واقوم واخد دي هنا، واقوم واخد دي هنا تاني. هفتح دي لوحدها وهطلع دي فوق. تمام، وكنت كنترول طبعا هيخلي ده لينير وخلي ده لينير. كنترول كليك كليك، نجيب دي كده مثلا، ونجيب دي كده مثلا. عاوز اخلي دي بس تروح ل Alt W V. بالظبط هو ده اللي انا عايز اشوفه. تمام، نعم، انها نورمال هنلاقيها بالمنظر ده.
سوفت لايت هنلاقيها كده، مالتي بلاي هنلاقيها كده. هنا الفكرة في الكالر، طيب في فكرة حلوة قوي الديرت ده، شيل دي. الايمج دي انا عايزها في الالفا مظبوط، تمام. انا هشيل ده كمان اقطعه بحيث تبقى كده رجعنا زي ما كنا. الايمج دي انا عايز الاسود بره والابيض جوه، هي هنا الابيض في مساحات كتير، عشان كده مش هتنفع تكون الفا. هي ممكن واحد حاجه زي دي تنفع، بس انا عايز سكراتشز، هسيبها زي ما هي بس هنعمل لها كونفرت. كومبلمنت، تمام. خد الكومبلمنت دي هنا انبوت، ولو خدنا الت دبليو اكس، اسف الت دبليو في، لو بصينا هنا هنلاقيها كده، بس طبعا انا عامل لها اعتقد انا عمل تكرار كتير. تمام، هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام ماشي. لو خدنا بوينت 2 بوينت 2، خلينا زي ما احنا 1 1. تمام. طبعا ممكن بعد الكومبلمنت هاخد رامب فلوت، طبعا كنا ممكن ناخد اي ايمج ابيض واسود، بس يكون اسود فيها كتير، بس انا عايز اوريكم ازاي حتى نكستم اللي احنا عايزينه مش نافع. تمام، احنا خدنا كده ورحنا هنا على الرامب فلوت. تمام، انا عايز سكراتشز قلنا، فانا عاوز اسلكت البوينت دي واخليها لينير، والبوينت دي وبرضو اخليها لينير. الفكرة ما فيها بس كنترول كليك كنترول كليك. تمام، عايز اجي هنا واخلي الاسود اسود فعلا، وعايز اجي هنا واخلي او اقلل حتى وجود الابيض. انا عايز الصورة تبقى يعني بالظبط كده، يعني انا عايزها تبقى كده. لو خدت دول كلهم كده وطلعت به فوق هبهاتها زي ما احنا شفنا. تمام، بس انا عايز فعلا اسود، لكن دي لو انا خدتهم ونزلت بيهم تحت هقلل وجود الابيض شوية. تمام، يعني أعتقد دي مناسبة للسكراتشز. نقفل، شيل دي، ناخد دي زي ما اتفقنا للير 4، وناخد دي زي ما اتفقنا للير 4 ألفا من غير بلند مودز. اشتغلت زي ما احنا عايزين. لو رحنا حتى ده وخلينا السكراتش دي بيضة هنلاقيها بالشكل ده. طبعا ممكن ناخد الديفيوز لورا شوية، ممكن يبقى فيه سبيكيولرز. ما
خلينا بقى في النص معلش. تمام اهو زي ما احنا شايفين. انا كل حكايه على فكره انا غيرت الايمج للامانه، يعني الايمج الثانيه دي كان فيها سكراتشز بزياده قوي، فانا خدت الواحده اللي هوريكم انا خدتها دلوقتي اللي هي ليدي، بس هو ده اللي انا عملته. وكان ممكن والله ان انا اخد دي، يعني دي بزياده جدا، والاوبجكت اللي عندي بصراحه مش مساعد على الماتيريال دي واضح ان عايز اوبجكت اكبر من ده، لان تكرارها كان كتير جدا، وكان ممكن اخد يعني. المهم اخترت واحده تانية بصراحه ادت نتيجه افضل 50 مره. اللير اللي بعد كده عايز احط، انتوا عارفين التراب دست، تراب بيبقى في الحتت اللي هي اللي فيها تقاطعات دي، هنعملها بالكيرفتشر ماب. حلو قوي الكيرفتشر ماب دي، الكيرفتشر عمال اكتب اسف مش عارف النهارده انا مالي. الكيرفتشر دي تحفه، قدامها في سينما 4 دي في الشيدرز العاديه هتشتغل بالفيرتكس ماب. في بلجن من تولز 4 دي بيعمل الموضوع نفس الحوار اللي بتعمله الكيرفتشر، بس الطريقه بس في بعدها خطوتين كمان ما علينا. المهم لو انت خدت دي الت دبليو في ده اللي الكيرفتشر ماب بتعمله. الكيرفتشر بتجيب لك اما الكونفكس ودي اللي هي الحدود العليا بس من الايدجز، او بتجيب لك الكونكيفز اللي هي الايدجز اللي جوه، او بتجيب لك بوث. انا هنا عايز الاثنين، احمر بره واخضر جوه. السامبلز طبعا عشان النويزز، خلاص تمام ماشي. الريديوس اظن واضحه وشرحه نفسها، ده التمدد بتاعها لحد ما تتضاءل خالص. متهيألي الراديوس في حالتنا دي صعب شوية، يبقى كده عايز اخده جوه شوية. تمام عندي بعد كده السبريد اظن واضحة. السبريد على فكرة مش لجوه الاوبجكت، السبريد ده انتشارها على حواف الاوبجكت عشان بس نبقى واضحين، يعني لو هي كده مفيش ايدج مش عليها دي. تمام لو هيبقى المنظر مش البايس، هقول البايس ده ايه، انا هخليه كده زي ما كان. تمام وبقول بقى انا اسف السبريد زي ما قلنا بالظبط. تمام على ايدجز وايدجز لا، حتت وحتت لا، وانا بصراحه ما بحبش اخليها كده. تمام يعني دي كده منطاله كلها. لو قلنا ثريش فولد تمام، يا اما اللي بره اكتر يا اما اللي جوه اكتر، انا عايز اخلي بزيرو بس السبريد عايز يعني ما تبقاش واخده الاوبجكت كله زي ما احنا نزود السامبلز بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. كده تمام كده تمام. اللي مش عاجبني بقى ان هي هنا مركزه جدا وفي مسافه طويله قوي، انا عايزها تبقى مركزه قوي مثلا في الحته الصغيره دي وبعد كده تبدا هنا تضعف حاجه زي كده، بس تبقى فيه هنا زي هوت سبوت. القصه دي من البايز، البايز ده كل ما بيقل كل ما المساحه او الحته الشارب اللي فيها الدست هتبقى اقل. لو احنا سحبنا البايز لورا اهو بص كده بقت شارب جدا 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 هنا، وطلع على مفيش زي ما احنا شايفين، ودي اعتقد انها بالنسبه لي كويسه. مالتبلاي بيضاعف الافكت بس. خلاص هنا هستخدم ايمج. تمام هنا هستخدم ايمج. الريديوس ممكن ازوده سنه. تمام
والبياز اقل شويه. كده احنا تمام وزي الفل. طبعا ده بدو اسود هنخلي بالنا يعني، او هتبقى ماسك. معلش لير 5. طيب هنروح ناخد اي ايمج تديني الضغط. طبعا ممكن احط ستاندرد شيدر بلون زي الرمل كده، لكن خلينا بما اننا عندنا ايمجز، قلت لكم في اول البتاع نسمي ولا كأني قلت حاجة. هات الكلي دي، مش عارف ايه اللي جابها في الحتة دي، بس ما علينا، اهي هتمشي. هي هنا اهي. هاخد الكلي دي في رقم 5، اوب دي هنا، هي فين الكلي؟ رقم 5 رايحة على دي، تمام. والكيرفتشر هاخدها هنا اهو في رقم 5 ألفا. زي ما احنا شايفين هو الإفكت موجود بس مش باين، أو لو دققت قوي هيبان هنا، بس أنا عايز أزوده أكتر من كده. هو دي القصه اللي انا قلت عليها، نحط في المالتبلاي دي ايمج. هو انا ممكن اعمل كده خلاص، اهو بدأ يظهر، بس هيظهر ريجولر يعني هيظهر منتظم. شايفين عامل ازاي؟ بيرفكت قوي خلاص. انا مش عايز البيرفكتنس دي، عايز اكثر البيرفكتنس دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الريديوس عايز ازوده شويه عشان ينتشر على السطح بشكل احسن من كده شويه. سبريد بس برضو مش عاجبني ان هو بيرفكت قوي بالشكل ده. عشان نضيع الموضوع ده نكبر الريس. تمام مش عارف الثريشولد ممكن تخلصنا من الهوت سبوتس بالظبط كده. الهوت سبوتس اللي هنا دي كده احنا تمام. الثريشولد كبير شويه كده كده كويس. نيجي هنا للمالتي بلاي. لو انا قللت المالتي بلاي مش هلاقي الافكت ده. عشان نريح دماغنا من قصه المالتي بلاي دي ممكن نحط نويز، او ممكن نحط ايمج ابيض واسود هنا كده. والايمج دي هجيبها كالعاده من الماسكس. والله مش عايز اقول لكم انا بستخدم الماسكس دي اكتر من التكتشرز نفسها. حلو. هنروح هنا كده وناخد اي حاجه تكون ابيض واسود دي مثلا. مش محتاجين اقول لكم بقى ممكن نعمل ايه عشان نزود الكونتراست. هروح للمالتيباي. بالمناسبه مش دي اللي هتخليه بيرفكت. بصوا كده الانتظام راح لكن الافكت ضعف. تمام الافكت هنا ضعف. طب انا عايز الافكت ده يزيد، هنا ضعف عايزه يزيد. عشان يزيد حط له هنا color correction node. انت كل حاجه بس انت عايز تفتحه. تمام هنيجي هنا. حلو ماشي كده كده اجيب كده. هنروح هنا و input ونروح هنا و multiply. طب انا كده عملت ايه؟ انا كده ببساطه لو جيت للاكسبوجر ده ورحت مزوده اهو بدا يرجع تاني، بس المره دي رجع ومش مفيش ريجولاريتي، مفيش انتظام في الافكت.
وبالمناسبة كمان يعني الايمج دي ممكن تبقى 6 6، ممكن تبقى 10 كمان. بقى بالشكل ده ممكن نروح ل الايمج اللي في لاير 5 اللي هي اعتقد دي الايمج دي، وهنروح كده اعتقد الايمج دي محتاجة ان هي تتكرر، هي رقم او محتاجة انها تتغير بايمج افتح. هنروح هنا لتكتشرز، ونكتب يا رب تطلع عندي بس سويل جراوند سويل سيت. ماشي اوبا، ايوه 2000 وكسرة مش عارف في كام. ماشي اوبن اوكي خلصت. اولانيه كانت غامقه لكن دي كده تمام. كده جميلة جدا 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 جدا. أهو زي ما احنا شايفين هنا بقى في دست قريب من الحتت اللي فيها تقاطعات. لو عايز الموضوع ده يعني عايز تحط اكسترا لير عن كده، ممكن ان انت تروح ل يا نهار ازرق، هناخد نفس الايمج دي تمام هنا. احطك فين؟ احطك فين انا؟ اهي احطها هنا وهناخد على دماغنا، هناخد من يوتيليتي، حتى بكتب غلط، هناخد يوتيليتي الت هنا. حياة النبي يا شيخ ما تبعدها والنبي. انا ايه اللي خلاني عملت كده اصلا؟ انا اليوتيليتي كل اللي انا عايزه منها ان انا اجي هنا وقلت لكم هنحوشها للاخر امبيد كلوجر. الفكره بس ان انا هعمل كده، بص شفتوا الحته القصه دي اهو اهو هي دي. ماشي بس مش اكتر. دي هحطها ماسك او الفا للاير 6، والايمج دي هحطها للاير 6. الايمج دي هي ايه؟ انا انتوا عارفين السبب ايه؟ السبب اساسا ان انا المفروض اجي في اليوتيليتي واحط كومبلمنت، لان الابيض المفروض يبقى اسود، والاسود المفروض هو والابيض يبقى المفروض هو مكان الاسود. فانا هاخد الت مع كومبلمنت احطها هنا في اليوتيليتي انسيرت افتر انبوت. تمام واخد دي كده. تمام الـ AO distance هو اللي عامل المشكلة دي 0.3 مثلا.
تمام. بوينت 2 ماشي. الايمج بتاعت لاير 6 في لاير 6 اصلا. الايمج دي وهاخد واحدة أغمق. بس استنى يخلص، مش عايز حتى بيه بالكثافة دي، ولو بس مبقصرش معايا في حاجة. الكالر مود مش عارف كالر اوبجكت ولا الهوا، بس المفروض تبقى كالر عموما نورمالز برضو ولا دموع، خلينا كالر زي ما احنا. والاوباسيتي بوينت 0.5، بوينت 1. بس حاجة خفيفة جدا كده تمام، حاجة واحدة بس وننهي المحاضرة ان احنا نعمل بوم. اكتر من كده مش هنعمل. المحاضرة طولت معلش انا اسف، بس ما كنتش حابب اقسمها على اتنين. هقول له 2 دي بوم او بوم 2 دي، وهوصل البوم 2 دي ب ارنولد، وهاخد دي في الشيدر في البامب ماب، هاخد ايمج وايمج تاني ماكس. بسيطة قوي، مش هنزود فيها كتير. هاخد من هنا، هشوف أي واحدة أبيض وأسود للجلد تمام. ممكن ناخد واحدة زي دي تمام، وبالنسبة لدي لا، بالنسبة لدي هرجع اخدها ايمجي تاني معلش. خلاص غيرت رأيي، هعمل حاجة تانية، هاخد حاجة تفاصيلها ضيقة قريبة من بعضها زي دي تمام. ولو عملنا Alt W V وخدنا دي ل Mix Input 1 Mix Input 2 هتبقى كده. متهيألي دي تبقى 5 في 5، ودي هي كمان لو قطعنا الأولانية عشان نشوف الفرق. دي تفاصيل صغيرة، ودي التفاصيل الكبيرة. هندمج الاثنين بالنويز. نويز هنحط نويز as a mix mask. نجيب الأكتاف شوية بحيث نديله ديتيلز. يبقى عندي هنا حاجات صغيرة وعندي هنا حاجات، ممكن نسوي ديستورشن كونتراست كده أفضل.
هاخد الميكس ده او هودي بيه الاول للبيوتي، واخد الميكس ده احطه للبوم. عالي جدا في الاول. شوف بكده خلصنا خانة الجلد المقطع القديم، مش عارف بس يعني احنا اشتغلنا فيها كتير جدا جدا جدا. حطينا مالتي ليفل ديفيوز، حطينا مالتي ليفل سبيكرز، مالتي ليفل روفنس، مالتي ليفل ديرت. بعد كده حطينا الباند، انا مش شايفه عالي. يمكن هو مش عالي بس خلي بالك هو 1 سم اصلا عالي، بس هو اللي مش مخليه عالي ان الصور اللي احنا حاطينها اساسا الاسود فيها مش تقيل، فده اللي مخلاش الحفر كبير. بس وصلنا للوك ده، يعني اسف قوي قوي المحاضره تقريبا دخلت في ساعه ونص، بس معلش. بس المحاضرة دي هي الكي للي جاي كله إن شاء الله. أشوفكم على خير.